أهلا وسهلا بكم من جديد. بعد هذا الفاصل نعود للشيخ عادل المحلاوي اللي باسمكم جميعا حقيقة أرحب به بعد هالفاصل. أهلا وسهلا بك الشيخ عادل، وإحنا سعداء بالتواجد معك اليوم هنا. الله يحييك أستاذ، وجبت معك ريح الساحل الزين. إحنا وقفنا عند جهود أهل الباطل، تكلمنا عن الدعوة إلى الله وجهود الدعاة إلى الله. خلينا ناخذ ايضا اطلاله او اشراقه على جهود اهل الباطل. حقيقه انت قلت في 10 سنوات، اعطينا فكره عنها. اولا نحمد الله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. حقيقه استاذ طلال، هذا الامر لابد ان يعيه كل مسلم، يعيه بصدق كل مسلم، ان اهل الباطل يعملون ليل نهار بخطط مدروسه وبجهود جباره وبأعمال وأعمار طائلة وأموال كثيرة جدا، كلها ليصدوا عن سبيل الله. وقد وصف الله سبحانه وتعالى هذا الأمر: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فهذا أمر معلوم ومعروف لكل مهتم في هذا الجانب. أعطيك مثال بسيط: خلال الأزمة هذه التي يعيشها إخواننا في سوريا، فك الله أسرهم، طبعا خرج لاجئون إلى الدول المجاورة. فحدثنا بعض الإخوة من المشتغلين بالدعوة إلى الله عز وجل، الجمعيات الخيرية، أن النصارى يوزعون المواد التموينية والبطانيات وما يحتاجه اللاجئ، وكلها قد رسم عليها الصليب. استغلوها فرصة. نعم، استغلوها فرصة. يعني شوف، حدث يعتبر كما يقولون حدث الساعة وحدث جديد، ومع ذلك انظر لاستعدادهم لهذا الحدث. فيبعثون أو يوزعون هذه الأمور وعليها الصليب. ثم لا شك ولا نشك في هذا، أنهم ربما بعثوا بعض الرسائل، إما أن بلسان حالهم بلسان مقالهم، كلها تصب حول أن هذا من المسيح أو هذا من رحمة الرب الذي يقصدونه، وسبحان الله عما يقولون، أو غير ذلك من الأمور التي يعني من خلالها يريدون بث هذه الدعوة. انظر أيضا إلى وسائل الإعلام، انظر سواء المقروءة أو المرئية أو المسموعة، انظر إلى يعني جهودهم، يعني أمور يعني حقيقة يقف الإنسان عندها عاجز عندما مثلا تسمع أن المنظمات الإغاثية كلها يعني تهدف لهذا الهدف وهو نشر المسيحية. انظر إلى مثلا أموالهم التي تنفق في هذا الباب وفي هذا الجانب، حقيقة جهود كبيرة جدا يقومون بها وهم أهل باطل. يعني من الأمور اللي سمعتها من بعض الدعاة يقول أنه لقي امرأة في أفريقيا، يمكن قصة مشهورة لكن نذكرها لمن لا يعرفها، أنه لقي امرأة قد حلقت جميع رأسها. كل راسه حلقته على الموس كما يقولون. فسألوها لماذا، وهي من دعاة التنصير، لا نقول دعاة التبشير، من دعاة التنصير، فسألوها لماذا حلقت رأسك؟ قالت: حتى لا يشغلني عن الدعوة للمسيحية. شوف كيف تفريغ الجهد والتفكير، أن كل طاقاتها وقدراتها تسخرها وكل وقتها. نعم، لكن أين بنات المسلمين؟ لا نريدها تحلق رأسها، لأن هذا أمر ممنوع في شرعنا ولا يجوز لها حلق الرأس، لكن أين جهودها في الدعوة إلى الله سبحانه عز وجل؟ بعض الناس يا أستاذ طلال يعني ممكن يقول: والله ما أستطيع أدعو إلى الله عز وجل، أنا عندي أولاد، أنا عندي مسؤولية، عندي أسرة نحو ذلك، ليس عندي علم. فقل له: يا أخي، الدعوة إلى الله عز وجل محتاج إلى المال. الله سبحانه وتعالى جعل هذا المال قياما للناس كما وصف في كتاب المجيد، قيام لأمر الناس. لا يستطيع الناس أن يتحركوا ذلك التحرك، ما أقول يقفون، لكن لن يستطيعوا يتحركوا ذلك التحرك الذي يريد من ورائه نتائج طيبة إلا بالمال. فأقول: يا أخي الكريم، يا أخت الكريمة، يعني وإن كان كثير من الناس يهتمون في الأمور الإغاثية وهذا أمر طيب ولا غبار عليه وقد جاءت به الشريعة، لكن كثير من الموسرين، كثير من المحسنين، كثير من أهل الخير وأهل الفضل ربما يغفلون عن دعم الدعوة إلى الله عز وجل. يعني عندما تدعم الداعي إلى الله عز وجل، نفس الداعي تدعمه
بأنك تكفله مثلا أو ترعاه أو تشجعه، عندما تنشر مثلا السيديهات، عندما تنشر النشرات، عندما تدعم القنوات الإسلامية هذه المباركة، كل هذا من باب الدعوة إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ ما نفعني مال، ما نفعني مال أبي بكر رضي الله عنه. خليني أقرأ ذلك بعض المشاركة. تفضل. تقول أنا أشوف البنات، يا كيف أصير داعي رغم أني أشوف الناس أكبر مني ومعلماتي على معصية، أستحي أنصحهم، ما تجيني جراءة، أرجوك أن تذيع نصي بالكامل. هذه نوف العتيبي. هذا نص مهم جدا. يعني تقول أنا كيف أدعو أن أشوف ناس أكبر مني معلمات، ما تجيني الجراءة أتكلم. والله شوف يا أستاذ طلال، أي أمر، هذه قاعدة، أنا أتكلم في الأمور النفسية، هذه قاعدة، أي أمر من الأمور يحتاج بس كسر الحاجز لأول مرة فقط، أول مرة أكسر الحاجز. فأنت الآن، والكلام لها للأخت وللمشاهدين، اكسري هذا الحاجز، لكن نكسره بإيش؟ بأدب وبحسن كلام وحسن منطق. مثلا هذه المعلمة، وأحيانا يكون حاجز نفسي، ربما مثلا ترى هذه الأخت أن هذه المعلمة عندها هذا الخطأ، فتظن أنها لو نصحتها أنها لا تستجيب، وهذا خطأ. يقول ما عندي أسلوب، أنا أشوف البنات يخطون ما أنا ما عندي أسلوب أنصحهم. الأسلوب بسيط، الأسلوب كما وصف الله سبحانه عز وجل، وقول لهم إيش؟ قولا لينا. يا سلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. مسألة مهمة يا أستاذ طلع في أمر الدعوة إلى الله عز وجل، ليس الواجب علينا هداية الناس، وإنما الواجب علينا إيش؟ إيصال الرسالة. الله عز وجل في غير ما آية بين هذه القضية، منها قول الله سبحانه عز وجل ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحبب، لكن عليك إرسال الرسالة، والرسالة تكون بطريقة طيبة، طريقة مهذبة، بطريقة، لأن بعض الدعاة إلى الله، هذه مسألة مهمة أيضا، أنه يقول لك خلاص أنا أبغى أنصح، أبغى أدعو إلى الله، نقول له لا، أنت الآن معك حق، أنت تريد هدف، هذا الهدف أوصله بأحسن نتيجة. الآن مثلا إنسان فتح له محل تجاري، يقول لك أبغى أكسب ولا يعمل الأسباب، لابد يعمل، يختار مكان مناسب، وسود دراسة جدوى لهذا المشروع، يحاول أن يجمل هذا المشروع بكل ما يستطيع من قوة حتى يجذب الزبون. فكذلك الدعوة إلى الله عز وجل، هذه بضاعة، هذه بضاعة، يعني إن صح التعبير نريد أن نوصلها إلى الناس، فلا بد من أن تكون بأسلوب طيب، بأسلوب لين، ولكن أعود وأقول نكسر الحاجز أولا، ثانيا نكسر الوهم، من بعض الناس يظن أن هذا فلان ما يستطيع، ما يستجيب. وأختم بهذه النقطة بقصة حقيقة، يعني أو بحادثة مرت علي شخصية. والله يا أستاذ طلال، كنت أرى شاب كان عنده أحوال سيئة، فكنت أقول في نفسي ما راح يستجيب، لأن يهتدي الناس كلهم ما يهتدي هذا الشاب، وأنا اليوم هذا ألوم نفسي على هذا التفكير حقيقي. ولكن أراد الله سبحانه عز وجل بيده قلوب العباد، اهتدى هذا الشاب، والله إن احتقر نفسي الآن أمامه، مع أنه كان منحرف انحراف شديد، انحراف بمعنى الكلمة، ومع ذلك أصبح من المهتدين، بل من الدعاة إلى الله في هذا الوقت. فأقول لهذه الأخت ولجميع من عنده هذه الشبهة وهذه الإشكالية، ندعو الله عز وجل بالحكمة واللين وبالتي هي أحسن، لا نطلب النتائج، نحاول أن نوصل الخير بأحسن طريقة، ونكسر حاجز الوهم أن هذا لا يستجيب لنا. طيب هو التفكير أنه أنا مثلا ما عندي قدرة أتكلم، طيب ما يمكن يتوصل النصيحة أو الدعوة طريق غير الكلام، يعني تدعوها؟ والله شوف، هو قضية هو طبعا طرق كثيرة لإيصال الرسالة، طرق كثيرة، قد يكون بشريط، قد يكون نرجع في الوسائل اللي أنت ذكرتها. نعم. طيب جميل. أحيانا طبعا أعظم وسيلة أستاذ الكريم هي الكلمة، أعظم وسيلة الدعوة إلى الله عز وجل هي الكلمة، فلذلك ينبغي للداعي إلى الله عز وجل أن ينتقي كما قلت قبل قليل أحسن الكلمات وأفضل الأساليب. أيضا قضية استخدام الوسائل، هذه قضية مهمة أيضا، نحن الآن كما يقولون في ثورة اتصالات، وهذه الاتصالات يعني يتواصل منها الناس بطريقة عجيبة، فلماذا لا تستغل؟ الجوال مثلا. جميل. أنا قابلت أحد الدعاة، كان ضيف عندكم قبل أيام،
قال والله ما نفعني الله بمثلي ما نفعني بالجوال. يا سبحان الله. فأقول الآن رسالة جوال، أذكر هذه قصة حصلت لي، أتحدث بها من باب النعمة والتذكير بنعم الله عز وجل. يوم من الأيام بعد رمضان قابلنا أحد الإخوة فقال لي جزاك الله خير. قلت له أمين. قال أرسلت لي رسالة ليلة 27، رسالة جوال ليلة 27، يقول والله كنت في مجلس ما هو طيب، خرجت من المجلس إلى المسجد. كانت زي النذارة ولا الشيء يعني أيقظ فيه شيء، يعني أنا الآن أرسلت رسالة ما أدري إيش أثرها، لكن انظر هذا أثره. فأقول استخدام خاصة الجوال، أنا أركز على الجوال. الجوال الآن في رسائل نصية، في رسائل واتساب، هذه أصبحت الآن يعني كما يقولون في الدراسات الأخيرة جذبت الناس كلهم، وتقدر تقول فيها كل شيء ومجاني، مرة مجاني الآن الحمد لله. عندنا الآن احنا جروب اسمه طريق الهدى، هذا الحمد لله عندنا أكثر من 1000 مشترك، نرسل لهم رسائل والحمد لله نفع الله عز وجل بها نفعا كثيرا. من ضمن الرسائل رسلناها عن صيام الأيام البيض، فبعد يومين أحد الإخوة أرسل قال أبشركم صمت الأيام البيض. الله يكتب أجرك الشيخ عادل المحلاوي، إحنا شاكرين لكم مقدرين تواجدكم معنا حقيقة في هذا اليوم الجديد اللي يطل من ينبع إن شاء الله، وإن شاء الله أنه يطل إطلالة أخرى من أملج إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. أنا أحييكم، مجد حريصين على نجوب المملكة كلها إن شاء الله، ونخرج الناس من كل بقعة فيها إن شاء الله. أشكرك الشيخ عادل المحلاوي. أيها الأخوة المشاهدين الكرام، لا يفوتنا في نهاية هذه الأيام الخمس حقيقة إلا أن نكرر الشكر الأول والثاني والثالث والرابع والخامس لصاحب هذا المقهى، مقهى الغروب، الأستاذ عبد الرحمن بصراحة الغامدي، الذي حقيقة أسبغ علينا كرمه ودماثة أخلاقه وأسلوبه أيضا الماتع والرائع في استقبالنا وحفاوته بنا، وكأننا والله ولا أقول كأننا بل نحن في بيتنا حقيقة استقبالا وحفاوة منذ أن نأتي، وربما هو من قبلنا موجود الأخ عبد الرحمن الغامدي، ولذلك من الوفاء لهذا، وأيضا شريك الأخ عبد الله الغامدي نكرر الشكر له ونشكره أيضا. من الوفاء للأخونا عبد الرحمن الغامدي تتقدم قناة المجد حقيقة بدرع يقدمه الأستاذ علي المران، هم الحين راح يدخلون معنا. طبعا الشكر لك طلال، الشكر أيضا لمشاهدينا الكرام، لسكان ينبع، لكل من شاهدنا خلال الأيام الخمسة من هذه المدينة الجميلة. الأستاذ عبد الرحمن الغامدي ندعوك لأن تكون معنا لنكرمك ولو أن هذا قليل في حقك. أيضا تتقدم إدارة قناة المجد الفضائية بخالص الشكر والتقدير لمقهى الغروب في ينبع على جهوده وتعاونه في إنجاح هذا البرنامج، برنامجكم يوم جديد. شكرا أستاذ عبد الرحمن. الله يحييك. أشكرك جدا، سعدك الله وعافاك وكتب الله لنا ولكم الأجر إن شاء الله تعالى. أنا حاب أسألك كذا قبل ما نختم، إيش اللي توعد أهل ينبع من خلال هذا المقهى الجميل اللي دائما شايف ما شاء الله تبارك الله إقبال كبير عليه، متى افتتح المقهى وإيش توعد الناس به؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله افتتح المقهى تقريبا لنا الآن 3 أشهر الحمد لله من افتتاح، لكن إن شاء الله تعالى نوعدهم بتميز في كل شيء. المقهى إن شاء الله تعالى على 5 نجوم لوفاء في السار إن شاء الله، راح يكون فيه إن شاء الله قاعات مؤتمرات، صالة ترفيه، ألعاب بلاي ستيشن وبلياردو إن شاء الله مستقبلا، وراح يكون في قاعة مؤتمرات واحتفالات إن شاء الله تعالى. نرحب بالإخوان، عندنا قسمين مفصولين تماما، في جزء بعض الأخوة والشباب نسأل الله أن يهدينا وياهم مدخنين، وجزء تام المفصول اللي تشاهدون الآن أمامنا اللي غير المدخنين تماما، ونستقبل يعني الشخصيات والشخصيات المرموقة وأنتم أيضا مرموقين بخدماتكم المقدمة. نشكرك. اسمح لي أستاذ علي، أيضا نحن أول شيء احنا نقدم لك الشكر كلنا صراحة، مقدمين ومودين وحتى إدارة القناة حقيقة لاستضافتك لنا في هالمكان، سعدكم الله وإحنا سعداء بك. لكن أنا أتوقع أنه أنت صاحب حس شاعري، وأتوقع ما أنت بشاعر لكن يمكن أنك تكون شاعر، اختيارك لهالموقع الجميل الرائع اللي أنا أدعو كل أهل ينبع بل والقادمين من غير أهل ينبع إلى, إلى, إلى هذا المكان، أبغى رسالة توجهها مو بس لأهل ينبع، كل الناس القادمين إلى هذه المكان الجميل والرائع والماتع. والله نحن ندعو جميع الأخوة لزيارة ينبع، المدينة الماتعة حقيقة ورائعة جدا وتتميز بجوها على مدار السنة، اللهم لك الحمد ولك الشكر، إضافة على يعني الخدمات الموجودة فيها، وإن شاء الله تعالى كذلك نحن نكون متميزين بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا المقهى في ينبع كله بإذن الله، ونسعى للطموح وللتميز دائما وأبدا من الجودة والقهوة والأدوات
والطاقم العمل إن شاء الله تعالى كاملا بإذن الله. طيب احنا وأول البشارات وجودكم إن شاء الله عندنا. الله الحمد لله. احنا أصلا شفناك بالأمس، وأنا أقول بكل أمانة للإخوة المشاهدين، جودة التميز في الخدمة بصراحة أنا أعتبرها خدمة VIP سواء تحت ولا فوق. نعم. بصراحة لكن فوق أتوقع أنه أرقى، لكن كله بصراحة خدمة راقة. إحنا دخلنا مقاهي كثيرة أنا ما كنت أتصور، بالنسبة لي أنا قادم من جيت من مكة ورحت جدة كثير، والعريس اللي من ثلاث سنوات بصراحة دخلنا مقاهي كثير بهالإطلالة الجميلة والرائعة وبهال أصلاً الجو الحلو ما لقينا. لكن في آخر الختام أبغاك توجه رسالة لبرنامج يوم جديد اللي حقيقة استضفتنا معك 5 أيام. حقيقة أول حاجة نشكر برنامج يوم جديد والقائمين عليه، ونشكركم جميعاً كلكم، ومن الأستاذ بندر المساعدة في المقدمة والإخوان والمخرجين والطاقم وقناة المجد كاملة التي تشرفنا حقيقة ونشرف بوجودنا معهم وبثهم من هذا الموقع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه في ميزان حسناتهم إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يوفقنا وإياهم لما يحب ويرضى. ما دام أنك ذكرت التميز والطاقم العمل المتميز، أنا حاب أرحب الأخوة اللي معانا هنا، تفضلوا تعالوا وجهوا تحياتكم لأهليكم. أيضا نتعرف عليك. بس عرف سالم محمد النجار. حياك الله عرفت، قرب لي كمان مين معانا هنا. علاء زلف الببلاوي. حياك الله يا علاء. نعم، الاستاذ عرف والاستاذ علاء هما من ما شاء الله المعلمين القهوه وصانعين القهوه وبدل الجوده العاليه باذن الله سبحانه وتعالى. اشكركم كثيرا اخي طلال، ماذا تبقى احنا عندي. حقيقه ما بقي معنا شيء الا ان نقدم الشكر لكل من شاهدنا وكل من سمع بنا وكل ايضا من استضافنا في هذه البلده الكريمه المباركه. لا تنسوا وتذكروا دائما أننا إخوان في سوريا هم بحاجة إلى دعائنا، فلا تنسوا من دعوة صالحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.